ما تغني لنا حاجه عقبال بقى ما ندخل، قبل ما ندخل يعني على العصير بتاعنا، هو البتاع اللي هنروي بيه عطشنا في حر الصيف. مش عارفه تفتحي البتاع، مش عارفه يا حاجة برضو عايزه تحرجني برضو. ليه بس كده يا حاجه؟ نسمه خليكي طيبه، انت طيبه وجميله. ده انا ماكلاكي الصبح. ماكلها ايوه لف، مش ماكلاكي على عربيه الفول قبل ما نيجي؟ والله ابدا، انت اللي كلتي لوحدك الطبق كله. انت طلبت طلبين. لا انا اكلت سندوتش وهي طلبت طبقين كبار. انا نفسي اعرف انت جوزك وابنك عايش معاكم في نفس البيت يعني ولا ايه؟ بيجي متاخر، هو دلوقتي بيتعالج مصحة نفسية يا دنيا. مصحة نفسية؟ هو والله بيتعالج. والله دي أقل حاجة. الله يعافيه. دي أقل حاجة. من يوم ما اتجوزها والواد لاشع خالص. يا حبيبتي يا حبيبتي. لا والله يلا ربنا يكون في عونك. وتزعل لما أقول لك يوم يا ظالمني. أنا؟ وتزعل لما أقول لك يوم يا ظالمني. وتزعل لما اقول لك يوم يا ظالمني. النبي انا ما بظلمك وحساب الظالم عند الله. لا ظلماني. حسبي الله ونعم الوكيل. في ماشي ماشي يا شالي.